سلام مسيو، ان شاء الله تكونوا لاباس. على خاطر تونس ما هيش لاباس، تهردنا، تعذبنا، سفرينا، قلقنا، تقهرنا، بلع. اوكي، تونس الكل كنا لاباس علينا، عاملين بونكيف كالم اباديرا اللي انهبطت هالكارثة اخويا. ساعة خلينا نبدأ واضحين، البريود هذه الكل ما فماش اذان متاع الفجر الخمسة متاع الصباح. ثاني حاجة، المخرج عرفتوه شكون ولا؟ ودي هذاك متاع اساس ما توري نوري. وري وكا لونجلي عاد اللي غني بيه العزيز الغالي. Don't think about dinar. سامحونا. هما ديجا الامريكان كي سمعوا الغناية موان زاين بوجوهم. I don't want to be a part of hip hop no more. Cause it just Makes me cry too. لا لا، هذه أقوى لقطة. I was born in downtown Tunis called Centreville. Called Centreville. كلمي فو لزلاف. باي، شكون ينجم يقول لي ما هي عاصمة تونس؟ وليد. Centreville. شكون قايدو هذا؟ هو الى يومنا هذا ما فما حتى تونسي فاهم اسكو وليد النهدي فدلك ولا يحكي بجدو. بري اش قالك في الغنايه؟ اي بي سكيت سافا ينجح سكيت. هذه الغنايه اي والله سكيت باهي، وكمل هكاك انا ننصحك كمل هكاك انا سكيت. اي سكيت شاي حلو. سمعت المقطع كلام. Don't think about dinar, think about the jail. ان شاء الله يكتبوا عليا في لا بريس. اسمع طلع وين صورته، طلع في السنتر فيل. حتى المحامي نتاعو في الكليب تحسها مسكينه ندمت. غلطه ندمان عليها. وصلت حتى انسر تمه مو هي بيدها شده الضحك. وأول مرة زادة في حياتي نشوف علم تونس على فنجان متاع قهوة. وشوفوا كل بدن انت العزيز الغالي متاع ببليسيتي برجولية. جديد للمناطق الحساسة، جربي شرائح فيت الشمعية بالخلاصات الطبيعية 100%. وانت زادة كانت تحب وليد النهدي بطل الغناء سهلة ياسر، ما عليك كانت تحط جيم على الفيديو وتبرتجاها، وبيان سير ابوني فو.